الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق البنك المركزي العراقي الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة الأولى باستثناء قضية التعامل باليوان الصيني. وأضاف الخبراء أن الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي لن تحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصا أن هذه الحزمة لن تأتي بأي شيء جديد حتى يكون حلا لهذه الأزمة، واستمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي بشكل مستمر مع ارتفاع مبلغ الحوالات تبشر أو لا تبشر بأي خير، لكن هذا الارتفاع يجب أن يبقى مستمرا بحسب الخبراء، وبقاء هذا الارتفاع ربما يحل أزمة الدولار خلال الشهرين المقبلين بحسب قوله. هذا وقرر البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني. وقال البنك المركزي أن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بعملة اليوان سيتم عبر خيارين اثنين. الأول تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني. هذا وبذل البنك المركزي منذ مطلع العام الجاري جهودا لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد وسط قيود أمريكية على دخول الدولار إلى البلاد بسبب عمليات تهريب الدولار إلى إيران وسوريا. أعلن عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي أن مجلس النواب بحاجة إلى 45 يوماً للمراجعة والتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2023 قبل إعادتها إلى الحكومة لإقرارها. وقال النائلي إن جميع الملفات وسعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة قد حسمت، والحكومة ستقوم بإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب في بداية الشهر المقبل، مبيناً أن الحكومة في بغداد تريد حسم جميع نقاط الخلاف مع أربيل قبل إرسال الموازنة. أعلنت منظمة أوبك ارتفاع أسعار سلة خامها لتسجل أكثر من 82 دولاراً للبرميل الواحد. وذكرت المنظمة أن سعر سلة أوبك سجلت 82.2 للبرميل، مبينة أن سعر الصرف أو السعر ارتفع عن يوم الجمعة الماضي بمقدار 29 سنتا بعد أن سجل 81 دولارا و73 سنتا للبرميل. هذا وتتألف سلسلة منظمة الدول المصدرة للنفط من عدة دول أهمها العراق وسوريا والإمارات والكويت وليبيا والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى الجابون وفنزويلا. كشفت دراسة لشركة إيفورا عن تأثيرات سلبية كبيرة لتغير المناخ على سوق العقارات في العالم بسبب التغيرات المناخية الحاصلة في أنحاء العالم. وأوضحت الدراسة أن مستثمرين تصل قيمة أصول مشروعاتهم العقارية ل3.3 تريليون دولار على مستوى العالم تأثرت مشروعاتهم في مجال العقارات بسبب التغير المناخي، مضيفة أن الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في مجال العقارات شملت هبوطا كبيرا في قيمة العقارات في أنحاء العالم وارتفاع معدلات الدخل والأشغال فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
كتاب الموجز إلى اللقاء.